بروح يدخنوا ولا بروحوا يأرقلوا ولا بروحوا يشربوا كحول ولا بيوتنا العربية يقول لك ابني لا بعملاش وبيطلع ابننا اياه من اللي يعمل ابوها ديروا بالك على اولادكم ديري بالك على ابنك. طيب يا ليلى ليلى تعالي بسرعة يا امك. نعم قولي لي بتعرفي نمرة صح ولا عارفة؟ لا اختي بنت صفي. سجلي فيها نمرة باي. يلا بسرعة ها خذي. الو الو مين بيحكي؟ علاء. ايوه انا خالتك ام سامي. سامي وصل عندك ولا بعده؟ لا بعده. طيب انت قول لي شو الغرض اللي بدك اياه منك؟ اخذ مني 200 شيكل قبل كم من يوم بالمدرسه وكان الحكي رجع لي اياهم وبعده كل يوم بقول لي اليوم او بكره اليوم او بكره بس هو عني انه اليوم يجيب لي اياهم. اذا ما جاب لي شيء اليوم انا مستني انا وشو اللي يروح لك اياه على الدار مكسر مطبش فيه قصنا بنطبط. ايوه لا 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 يا حبيبي بس لك قول لي اذا ببعث لك ال 200 شيكل بتنحل المشكله؟ بصير بتنحل. طيب يا اسف ببعث لك اياها ولا شلك ولا هي حدا. طيب ليلى هات يا ابو عشان 200 شيكل ولا اعطيك. لا معي الحق اخوك قبل ما يطلع على الساحه وعلاء اعطيه ارضي. هذا اخذ من صاحبه علاء 200 شيكل بسرق من جزال اخته. انت بتعطيه وانا بلف من وراي بكره ما لقاش مصاري. بعرف شو بيعملوا بهي المصاري 100 200 شيكل لاش مصاري شو بدي اعمل؟ بفوت بده يقحوشنا على الحصير ولا النفط بده يبيع كل شيء بالبيت. هذا ابني اللي مدلل. خلص يا ابو سامي خلص ما حلينا هالمشكله وبعدنا له مصرينا طول الولد. انت فوت نام وارتاح عشان نروح كلياتنا اليوم نتعشى بالمطعم. انا مش رايح على المطعم. ليه؟ حر. لبسك. زعلان؟ احنا رحنا عند علاء وبعثنا له 200 شيكل. لكن احنا مروحين اجت سياره مزرعه من البرق وقفت قدام. كانت سودا كان فيها اربع شباب. واحد منهم فتح الشباك وقال لي سامي سامي مين هذا اللي قتلك؟ بس قول لنا ما عادش اللي بدي يعلم عليه. انا عزمتن وطعميتن واجيت مثل ادفع وطبت الجزدان وما شاء الله عني وبدي اطول الفيزا. مع مين؟ لا هالمره مع ليلى اللي هي امل جد المولى. زقفولا زقفولا يا ماما. عواطف قدوره زقفوا العواطف. سامي هو سامي شقور زقفوله. صوت علاء وعلى الموسيقى لؤي غنايم زح علي لؤي. معنا كمان زميلتنا هون عم تحضر مسرحيه ممثله رنين سويد زاتي علي لرنين. رنين احسن شيء في وقت كنا عم نوقفه. يا رنين انا وجهك والله يسلمك. لحظه لحظه بدي احكي شغله. الطلاب الثانيين صاروا برا صح؟ شو رايك هذول نطلع من الباب ولا نفوتوا من الباب؟ احسن احسن من فوتوا ببعضهم. انتوا اطلعوا من فوق.